الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول سبحانه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ويقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فقد استمعنا في مستهل قراءة القارئ الكريم اليوم إلى قول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن والأديان جاءت لسعادة الناس، ومن ثم نرى أن القرآن الكريم تحدث حديثا واضحا بينا وكاشفا وواضعا آلية ومنهجية واضحة للتعامل مع البغاة والمفسدين والمضللين والمعطلين لمسيرة الحياة والكون، وتحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم في كل زمان ومكان. وعندما تحدث القرآن الكريم عن الفساد والمفسدين بين لنا أن الله عز وجل لا يحب الفساد ولا المفسدين، والله لا يحب الفساد. ثم بين لنا أن المفسدين قسمان: قسم يعمد إلى الإفساد علانية وجهرا وخروجا على نظام الدول، وهؤلاء هم الخوارج والبغاة، وأحكامهم في الفقه وعند الفقهاء معلومة، يجمعها قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن جعل الإفساد والتخريب والقتل والتدمير وهدم البنيان منهجا جهريا، سواء كان بالفعل أم بالدعوة إلى ذلك، فهؤلاء هم البغاة، والفقهاء جميعا مجمعون على وجوب قتال البغاة وفق ما وجهنا الشرع الحنيف. أما الجماعات الخبيثة التي تعمد إلى النفاق، وإما أن تقوم بالإفساد سرا كالجماعات التي تعمل تحت أسماء وهمية ومستعارة،
أو التي تدعو إلى الفساد والإفساد سرا فهذا عمل المنافقين، وفيهم يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم بيّن القرآن الكريم أن خطأ المنافقين الذين يتبنون الإفساد ويدعون إليه سرا أشد من خطأ المجاهرين، لأن العدو الخفي أخطأ من العدو المعلوم. فقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة محذرا من المنافقين مبينا لطبيعتهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. عندما يكون هناك داعي الوطنية أو الدفاع عن الوطن أو قضية وطنية، خروج المنافقين يضعف ولا يقوي. لو كانوا معكم أو خرجوا فيكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ضعفا وفتنة واضطرابا ولا أوضعوا خلالكم. هنا وقفات. أوضعوا يعني أصرعوا خلالكم. الخلال هي الفرجة بين الصفوف، يستغلون أي مساحة خالية. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ثم تأتي وقفة قرآنية هامة، وهذا ما يجب أن نتنبه له: وفيكم سماعون لهم. وعلماء التفسير على وجهين: فيكم سماعون، فيكم من يتأثر بكلامهم من العامة غير المحصنين بالوعي، ومن هنا تأتي أهمية قضية الوعي ومبادرة الوعي التي أطلقناها في وزارة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام استجابة لدعوات الرئيس المتكررة لأهمية الوعي وتحصين الناس بالوعي، والتي يأتي ضمن فعالياتها هذه الدورة، دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة لبناء الوعي. لأن هؤلاء المنافقين يستغلون الجهل وعدم الوعي، وفيكم سماعون لهم لعدم وعيهم ولعدم إدراكهم للأمور. ومن هنا تأتي قضية الوعي قضية مفصلية في حياة الدول وتحصينها ضد المنافقين والفساد والمفسدين. وبعض المفسرين قالوا، وهذا التحذير الخطير الذي يجب أن نتنبه له: وفيكم سماعون لهم، أي لصالحهم، وهم العيون والجواسيس. والعرب تقول: فلان سامع مطيع إذا كان تابعا، وسماع إذا كان جاسوسا. ومن هنا يأتي التحذير من الخونة والعملاء والجواسيس والطابور الخامس. ونؤكد أنه لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ الإنساني إلا كانت الخيانة والعمالة من بعض أبنائها أحد أهم أسباب سقوطها. ومن هنا يأتي: وفيكم سماعون لهم، فيكم عيون وجواسيس لصالح الأعداء فتنبهوا لهم. هذا أحد أسلحة المنافقين. السلاح الثاني للمنافقين والمفسدين في الأرض سرا محاولات إسقاط الدول أو إفشالها اقتصاديا بتعويق مسيرة الاقتصاد وتعطيل المشاريع والإنجازات. يقول سبحانه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يريدون إسقاط الدولة اقتصاديا بالحصار الاقتصادي، بتضييق الخناق، بتعطيل عجلة الإنتاج. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ضيقوا الخناق الاقتصادي حتى تنفض الناس عن قيادة الدول فتقع الدول. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لكن غاب عنهم شيء هام: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فلنتنبه إلى الخونة والعملاء والطابور الخامس والمفسدين في الأرض. ومن هنا
تأتي قضية الوعي وأهمية الوعي وبيان ما تقوم به الدول لصالح أبنائها من مشروعات كبرى ومن إنجازات. نسأل الله العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. حديث القرآن عن طبيعة المنافقين والمفسدين حديث عظيم جدير بالدراسة في واقعنا المعاصر لنستفيد منه الدروس والعبر، ولكن مراعاة للوقت سأوجز الحديث في نقطتين حول آيتين من آيات الذكر الحكيم. الأولى في سورة الأحزاب في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يتحدث القرآن عن الطابور الخامس عن المنافقين من الخونة والعملاء، يقول: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون. قال بعض اهل العلم هذه الصفات لصنف واحد: منافقون مرض القلوب، والارجاف هو اشاعة الاكاذيب. وهنا نفرق بوضوح شديد حتى لا يحدث خلط بين التعبير عن الرأي بالحق والصدق وهو ما كفله القانون والدستور، وبين الكذب والافتراء والتدليس والارجاف. ما جزاء المرجفين؟ الذين يشيعون الاكاذيب والافتراءات قصد الفتنة وايقاع الدول. قال تعالى: ملعونين اينما ثقفوا. الجانب الاول اللعن من الله، ثم نأتي الى قوله تعالى: اينما ثقفوا. أينما وجدوا، سقفوا أي وجدوا، أينما وجدوا، أينما سقفوا. نص القرآن: أخذوا وقتلوا تقتيلا. وهذا حكم الخيانة العظمى للأوطان بنص القرآن: أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا جزاء الخونة والجواسيس الذين يعملون على هدم دولهم وأوطانهم. قال أهل العلم: هذا خبر يدخل يجري مجرى الامر كقوله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل او الحرم. قال النحاس: هذا احسن ما قيل في هذه الآية في جزاء الجواسيس الذين يعملون ضد دولهم: اينما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا حكم الله في خونة الأوطان من أصحاب الخيانة العظمى، وهذا ما يتفق عليه القانون مع الشرع، لأن الخيانة للأوطان أعظم درجات الخيانة وأخطر أنواعها. أختم بقوله تعالى: بطبيعة المفسدين والمنافقين والمرجفين وأعداء الأوطان والخوارج والبغاة. يقول الحق سبحانه: وهذا طبعهم كما تعلمون. الصفة الأولى الكذب، وليس الكذب فقط، الإرجاف، البهتان، الافتراء، إشاعة الأكاذيب. أما الصفة الثانية وهي ما تجدونها في عناصر الجماعات الإرهابية والضالة: الحقد على أوطانهم، الحقد، كره الأوطان. يقول الحق سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. لم يقل إن تصيبكم حسنة، مجرد الخير المتوقع، مجرد مس الخير يحزنهم. اي خير يأتي لأوطانهم تجدهم ضد هذا الخير، يعني يكادون يتميزون من الغيظ لما يمكن ان يحل ببلادهم وبأوطانهم من الخير. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة، اي حتى لو كانت كارثة طبيعية، يفرحوا بها. قلب المؤمن ابيض نظيف، وقلب الجماعات الارهابية والضالة اسود قاتم، لا يعرف الا الحقد والكره والغل والسواد والتدمير. المؤمن يحب الخير للناس جميعا،
ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أين هؤلاء من حب الخير للبشرية جمعاء؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. ثم تأتي الطمأنة الإلهية، لا تخافوا ولا تقلقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لماذا؟ يأتي التعقيب الإلهي، إن الله بما يعملون محيط. الإحاطة، أحاط بالمكان من جميع جوانبه كأنه ضرب عليه صوان. الله محيط بكيدهم، سينقلب على رؤوسهم لا يتجاوزهم إليكم إذا كنتم مع الله. إن الله بما يعملون، كيدهم وتدبيرهم وشائعاتهم وكرهم وحقدهم وغلهم على أنفسهم، كأن الله قد أحاط عليهم بصور فلم يتعدهم هذا السواد إلى غيرهم. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم ارزقنا حسن الفهم لكتابك، وحسن الفهم لدينك، وحسن الفهم لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.